بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في إنجيل العشية المسيح بيقول للتلاميذ: وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. هو ده حال الشهداء. احنا احتفلنا النهاردة بعيد ماري مينا شفيع كنيستنا. أحب أوضح لك الكلمة اللي أنا عمال أقولها: شفيع كنيستنا. دي ليها معنى كبير لو الواحد يدركه يفرح بيه ويطمن له. بس عشان أوضحها لك كويس، المسيح له المجد المثل على الأمناء. قال كان في إنسان، المثل ده في إنجيل القديس لوقا، قال كان في إنسان شريف الجنس، اتكلم على نفسه، جنسه مش من جنس البشر، ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له، الشهداء دول، تدي الشهداء الأمناء، وبعدين قال لهم: تاجروا باسمي، اعلنوا اسمي للناس. وبعدين: أما أهل مدينته فكانوا يبغضونه. شفت بقى الإنجيل؟ سمعت في الإنجيل من دقايق أنه تكونون مبغضين من الجميع. المثل بيقول المسيح ده بعت أمناء عشان يتاجروا في مدينة أهلها كلها بيبغضوا. طب وتاجروا إزاي دي؟ يعني إزاي كانوا بيتاجروا في بلد بأموال السيد وهم مش عاوزين السيد، بيكرهوه، لا يريدون أن هذا يملك عليه. طب ده في منتهى الصعوبة، يعني بيتاجروا بالاسم الحسن في بلد هم رافضينه. وانا تبتدي بقى تبان ايه الشهداء دول كانوا بيشهدوا ازاي للمسيح في بلد رافضين المسيح. أما أهل مدينتي فكانوا يبغضونه وأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. المهم يحكي المسيح المثل ويكمل. رجع السيد الشريف الجنس ده اللي هو المسيح بعد ما أخذ الملك، وبعدين جاب العبيد دول بقى الشهداء اللي تجروا زي ما بقول لك في بلد بيبغضوه فيها. أنا جاب الأولاني، قال له: ها عملت إيه؟ قال له: اديتني تاجرت وكسبت 10 أمناء تاني. قال له: نعما أيها العبد الصالح، كنت أمينا في القليل، فليكن لك سلطان على 10 مدن. ابتدينا بقى نحط إيه 10 مدن؟ من المدن بتاعتي، ماري مينا شفيع كنيستنا، مؤتمن من الله على شعب الكنيسة وعلى كل من يتشفع باسمه، مدينة بلد. ما احنا بنسمي الكنائس بأسماء الشهداء ليه؟ لأن هم وكلاء أمناء، والمسيح استأمنهم على المدينة. فكل ما كنيسة بتتسمى باسم شهيد، شهيد بيبقى شفيع ليها. بفرح قوي ساعات لما الناس تيجي تقول لي: ايه ده انت عند بقى ابو سفين، صللنا عند ابو سفين، عايزين ابو سفين ده، يعني ادراك الناس ان اللي بيخدم في كنيسة ابو سفين يبقى سفين مسؤول عنه، اللي بيخدم في كنيسة ماري مينا يبقى ماري مينا شفيع ليه. عشان كده بقول لك هم دول مكانة الشهداء. طيب في مثل تاني برضك في إنجيل القديس لوقا برضك في الإصحاح 20، مثل بتاع الكرمين. قال لك كان في كرم زي كنيسة كده، وبعدين أرسل صاحب الكرم كرمين علشان
يحصدوا حصاد الكرم بردك دول الشهداء. العجيب قوي بقى ايه؟ انه مسكوا الواحد قتلوه، والتاني رجموه، والتالت شدخوا راسه، والسيد عمال يبعت. يعني لما بعتوا، لما المسيح بعت واحد من تلاميذه حبيبه شهداءه عشان يجمع كرم موتوه، انا بقى بتخيل الوكيل التاني ده هو رايح، ده عارف مصيره، مقتول بردك راح وشهد. طيب الحتة اللي احنا ما التفتناش ليها خالص، ايه ما كانت الامناء دول لما استشهدوا وماتوا علشان يجيبوا له حصاد الكرم، ايه ما كانتهم عنده؟ ما التفتناش للحتة دي قبل كده، احنا بصينا بس على صاحب الكرم والكرمين وبتاع. ده دول حبايب المسيح، ده دول الشهداء بتوعه اللي استشهدوا من أجل اسمه علشان يجمعوا الثمرة. قد إيه مكانتهم عنده؟ يعني لما مريمينا شفيع كنيستنا شهيد، ويعني استشهد لأجل اسم المسيح، قريب جدا ومكانته غالية جدا عند المسيح وشعبه، ما احناش بقى زي الكرامين، زي التانيين الوحشين اللي مسكوه وذبحوه، ده احنا اولاده حبايبه، احنا نقول احنا اولاد مارمينا العجيبي. ومارمينا ده زي ما قلت لك مكانته كبيره جدا على المسيح لانه استشهد لاجل اسمه. شفتوا بقى ازاي لما بقول مارمينا شفيع كنيستنا، شفتوا مكانته قد ايه عند الله، وشفتوا ازاي هو مسؤول من عند الله على مدينة. قصة مريمينا، أولا اللي يلفت النظر يقول لك مريمينا العجايب، لأنه عمل عجايب كتير، بس حاجة عجيبة أو ما فيش ولا معجزة سمعناها عن مريمينا هو عايش، ما عملش ولا معجزة هو عايش، ده المعجزات كلها اللي انتسبت إليه وتسمى بسببها عجايبي دي بعد ما مات. مش هو ده بالظبط اللي قاله المسيح، نعما أيها العبد الصالح كنت أمينا، كن أنت على 10 مدن، ده إمتى؟ ده بعد ما دخل وخد ملكوته. ليه بقول دي؟ لأنه عجايب مريمينا موجودة، بس سيبكم من المعجزات بتاعت الجسد دي إطلاقا. ما إيه عجايبه؟ ده هو جاي يلم الثمر، جاي يساعدنا على خلاص نفوسنا. أم اللي يتشفع بمريمينا لأجل إنه ينجيه من تجارب العدو، يحفظه في قداسة الجسد وطهارة العين، يبقى شفيع قوي جدا ليه. مش عاوزين نتلهي بالقديسين بحاجات الجسد. سمعنا المسيح له المجد في الإنجيل بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يا سلام لما تطلب شفاعة مريمينا لأجل ملكوت الله. ديكهم قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا، ونحن بنقول له إيه؟ ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك، زي ما سكن ملكوتك في مريمينا بشفاعة مريمينا يسكن فينا. قصة مريمينا من بدايتها مختار من الله، لما راحت أم أفومية في عيد الست العذراء وتتشفع قدام العذراء وسمعت الصوت اللي بيقولها أمين، هو مختار من الله زي ما قلت لك، هو مرسل من الله لأجل يشهد للمسيح. وبعدين كان أبو أودوكسيس ده راجل موقر في المملكة الرومانية، اتوفى ومرمينا صغير 14 سنة، عند السن 15 سنة مريمينا راح التحق بالجيش الروماني. أول ما دخل الجيش بسبب أبوه الإمبراطور عينه في مكانة عالية أوي، قعد يخدم في الجيش 3 سنين، يعني كان عنده 18 سنة. وبعدين طلع الدكري الأول، الإعلان الأول إنه عبادة الأوثان، ما كانش لسه الأوردر إنه اللي مش هيبخر للأوثان
يعني يستشهد. ولكن هو أول ما طلع الدكري الأولاني دوت ساب الجندي، وبعدين يقول لك راح قعد 5 سنين ناسك عابد. أنا ما عدت أبص في التاريخ، الكلام ده كان سنة كام؟ مريمينة اتولد سنة 285، حطت كمان 18 سنة، يبقى إحنا لسه ما دخلناش في بداية أنبنطونيوس أول الرهبان. طب ده دخل يعبد إزاي ده؟ بلا منهج، بلا حاجة. طبعا أنا عارف كان في عباد، بس كان العباد يخرجوا برا المدينة ويقعدوا، اللي هي نفس الطريقة اللي ابتدى فيها أنبنطونيوس. ولكن تاني لما بص في التاريخ والسنة دي تلقى أنه في الأيام دي ما كانش الإنجيل في إيديهم، وما كان بيصلي إزاي؟ يعني إحنا هنا مثلا ساعات نقول إيه، هنسهر سهر، وبعدين نقول طب عندنا عندنا كتاب التسبحة وكتاب المزامير ونصلي، عندنا ماتيريال نقعد نصلي. أمال ده كان إيه الماتيريال بتاعته؟ الحب، حب الله، العطية الإلهية اللي بيديها الله لكل واحد بس اللي يستثمرها. عجيب، قعد كام سنة؟ 5 سنين، 5 سنين عابد. عشان كده بتسمع في المديحة بتاعته يقول لك ايه، نلت 3 أكاليل، واحد للبتولية، واحد لأجل انفرادك في البرية ال5 سنين، واحد لأجل شهادتك. 5 سنين عابد بالفرح بالروح. ما احنا ادي سر مريمينا، الحياة الداخلية، الحب الإلهي اللي سكن جواه وقاعد يعيش. وده نجيبه منين؟ ده عطية بياخدها كل إنسان مسيحي معمد، وهو بيتعمد يحط جواه الله الحب الإلهي ده. لو يثبت فيه ويتاجر فيه يوصل كده. بعدين بعد 5 سنين النسك والعبادة سمع الصوت إنه بيقول أنت شاف رؤية كرامة الشهداء والأكاليل، فراح ابتدى ودخل الشهادة وبقيت قصته المعروف. ولكن عجيبي ده من بعد ما ماتوا لغاية اليوم ولغاية مجيء المسيح الثاني. فنشكر الله ان احنا يعني قائمون في النعمة اللي احنا فيها، لينا شفيع عند المسيح، لينا كنيسة باسم مريمينا الشهيد الأمين يشفع فينا يكمل المسيح إلهنا خلصنا. لربنا المجد الدائم للأبد، أمين. مورن وشتم فنسو تير في ميرو مين أغاثوز جنسو.